السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع قالما اللي نعرفكم على هذه الثانوية الضخمة يعني من ناحية الحجم ويعني حتى من ناحية يعني الطراز المعماري يعتبر مقبول. الشيء اللي مؤسف شوية هو قضية العدد الكبير للطوابق. المفروض تكون زوج ثلاثة طوابق في أقصى حد، وتكون يعني اتساع جهة أفقية، لأن هذه مدرسة فيها تلاميذ كثر ولازم ما تكونش عالية بزاف الأقسام، ما تكونش في يعني الطوابق عالية بزاف. إذن هذا هو، نترككم تتابعون والسلام عليكم.